النبي صلى الله عليه وسلم اي دون سو كان جو فوز انفيت تراجعوا لا كونفيرونس ديال السيمانه الجايه راه كاينه الخروج من منطقه الراحه وهذه تفهموا شنو معناتها الهضره هذه. فقلنا بان الهجره لا ميغراسيون في القران ماشي هي سولمون الخروج من واحد البلد لبلد اخر ولكن ايضا الخروج من المنطقه الراحه لان قلنا بان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجره لا هجره بعد الفتح وهذه 1400 عام باش فتحت مكه. اذا الهجره اللي كيهضر عليها القران اللي هو كونتراكتويال اللي هو ما كيبلاش هو تيهضر لك على واحد الهجره من نوع اخر هي الهجره من اون سيتياسيون باسيف اون سيتياسيون اكتيف. وعجبني المثال اللي قال الاستاذ الفاضل السي رشيد اليتامي هذا الويكاند ملي تلاقيت معاه في الرباط عودنا واحد القصه وجاتني تريز ادابتي للموضوع ديالنا. قال لك كان واحد النهار تلقى بواحد لا جورناليست معروفه في الميريكان بلوتو اون افوكات وسولته قالت له علاش انت مسيو ليزامي توي ان غران جيني و ان غران انوفاتور وانا جو سوي با ماشي مخترعه. وقال لها عطيك واحد المثال الا كنا غاديين في البحر كنتي غاديه في البحر ودخلتك شويه بالرمله في الصنداله ديالك شنو غادي دير؟ قالت له غادي نزول صندالتي ونمسحها ونعاود نلبسها ونزيد. قال لها الوغ انا لا انا الا دخلت الرمله في الصنداله ديالي ما غادي نمسحهاش وغادي نبقى كنصدم عليها وغادي نبقى كنقلب على دي سوليسيون ابار لي سوليسيون ساهلين اللي انت خممت فيهم. اي سي سكي في لا ديفيرونس اونتر كيلكان كي فو الي دو لافون شي واحد اللي باغي يزيد للقدام وباغي يقلب على دوطخ سوليسيون او اللي باغي يخرج من 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 الساهل ويقلب على الصعيب لان دائما في لا ديفيكولتي كاينه لينوفاسيون وكاين الابتكار وكاين لا كرياتيفيتي. دونك اوجوردي ان شاء الله غادي نحاولوا نوقفوا على لي زوتي وعلى لي كومبورتمون لي على لي زوتي لي كومبورتمون اللي اعتمدها دائما القران الكريم لان احنا دائما تنقولوا المرجع ديالنا هو القران الكريم باش نخدمو ونديفلوبيو هاد لا كومبيتونس ديال لادابتابيليتي ولا كومبيتونس دو سورتير دو سا زون دو كونفور. لان دائما قالنا سيدي ربي ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم يعني سي سور كاينين لي سوليسيون كاينين لي زوتي سميتهم الادوات القرانيه باش نخرجوا من هذه المنطقه ديال الراحه ديالنا. دونك ملي كنقراو القران كنلقاو ان الله سبحانه وتعالى كل ما كيهضر على الهجره الا سوسي تيقرنها بالايمان وبالجهاد تيقرن الهجره بالايمان وبالجهاد. يقول ربي سبحانه وتعالى ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا باش يكون الايمان اللي هو لا فوا هو لا بروميير كلي باش نخرجوا وباش ندخلوا لهاد لو دومين ولا هاد لو موند ديال اوغمونتي سون ادابتابيليتي ونخرجوا من لا زون دو كونفور ديالنا. سبحان الله العظيم كنقول لهم باش نقربكم شنو معنى لا فوا علاش من ايمان تنهضروا. مني دخلنا نتساراو في البرج خليفه موسكي ما امبرسيوني ديك البونكارت اللي كاتبين واللي سانيها الحاكم ديال المدينه محمد بن راشد ال مكتوم شنو تيقول فيها؟ تيقول لاك ما كان لكلمه مستحيل في قاموس القاده دون لو جارغون دي ليدرشيب ما كاينش امبوسيبل ومهما كانت الصعوبات كبيره كيلكو سوا لي ديفيكولتي وهنا فين تيجي فان الايمان والعزيمه تبدا بلا فوا. الايمان والعزيمه والاصرار كفيله بالتغلب عليهما اي موا سو كو جو روتيان هو الايمان لان هاد لا فوا هادي ملي كيكون عندك ايها الانسان واحد الايمان اللي بداك الايه اللي تيقول فيها سيدي ربي وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو اللي تيجعلك هاد وعنده الايمان بالغيب سكي فا اغيفي هو اللي تيجعلك ان مني تيتسالى العلم وتيتسالى لا لوجيك وتيتسالى المات وتيتسالوا لي زاناليز وتيتسالى كل شيء انت ايها المؤمن كتجبد هاد لاطو اللي هو وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو واللي جبدها سيدنا موسى فاش جاو عند بني اسرائيل قالوا انا لمدركون لان سيدنا لان عرفوا فرعون تبعهم شنو هو لاطو اللي جبد سيدنا موسى قال لهم كلا ان معي ربي سيهدين لا بدا كاينه شي سوليسيون حنا ربي معانا وربي قال له فاضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. دونك هذه هي قوه الايمان لا فوا بان وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. اوسي الايمان بالمعيه ديال الله المعيه ديال الله لا تحزن ان الله معنا هي
النقطة ديال التغيير هي النقطة ديال التحول. فاش تشدوا جميع البيبان سيدنا أبو بكر تيقول له راه إلا شاف أبو جهل عند رجلي هذه القانة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له لا تحزن إن الله معنا. يعني دائما قل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. خاصة تكون عندك كرويونس بأن راه معك الله، ملي تقول راه معايا التواحد ما كاين لا صحاب لا والو، علم علم يقين أن دائما لما كانوش الصحاب ولا ما كانش المرأة ولا ما كانش الراجل ولا ما كانوش الأولاد كاين الله سبحانه وتعالى. أوسي قوة الإيمان بواحد لاتو خطير هو اللي قال ربي عسى أن تكرهوا شيئا وخيرا لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشرا لكم. واحد ليلونات واحد نظارات إيمانية اللي توقن فيها أن اللي وقع لك في حياتك اللي كتكون مع الله فيه الخير، وأن الله سبحانه وتعالى واخا يشوفك تشوفوا أنت بالعينين ديالك شر، العينين ديال الإيمان تيقول لك راه فيه شي خير مخبع. أوسي الإيمان بواحد لاتو تري امبورطون هو أنت خصك دير اللي عليك، لأن ربي قال لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت دائما قول أنا خصني ناخذ بالأسباب وندير اللي عليا، وما عمرك ما تغريتي من بعد. علاش؟ باسكو كون تي فات بحال كنقول البنت اللي كتو ماشي دوز الامتحانات تقول لها شوف لو بلوز امبورطون في الامتحانات ولا في الحياة، وأقول دائما ياك ديال هي اللي كتو خديت بالأسباب، قريت مزيان، بريباريت، دونك أنا الماكسيموم ديالي غادي درتو. دايوغ حتى في لي ريزولتا تيقول لنا ربي قد فلاحة، ما قالناش قد نجاحة، تيقول قد فلاحة. سي تري غولاتيف. أوسي خصنا نآمنوا بواحد القضية دائما حنا المؤمنين، هي لو ترافاي باي، وهي باش بدا الله سبحانه وتعالى سورة الكهف باش بداها. قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. سي اون بريمونيسيون، واحد البشارة. ولكن ملي تسالت القصة لأصحاب الكهف اللي ضربوا تمارة وداروا بروك دي فوغ، جو سي انكور با مانو با مانو، ميرسي بوكو نويرا جو تيم. شنو قالنا ملي تسالت سورة الكهف وضربوا تمارة؟ قالنا ربي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. توجور هادي عقل عليها دائما، تكون عندك واحد لافوا فيها سولي كي ترافاي كيضرب تمارة يخدم ما يخافش راه ما غادي يضيعش. واحد النهار غادي تجي هنوبته، واحد النهار غادي تشعل له البوله، واحد النهار يجيب الله التيسير. كاين اللي غياليز دوك الافلام بقى يحاول 20 عام، واحد النهار يضرب فيلم داك توب تيم، المغني صنايعي بقى تيعاود، واحد النهار صوب انا اختي جاب الله فيه التيسير. والايمان القوي تامن اوسي بان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، تامن تري بروفونديمون في القلب ديالك ان الله سبحانه وتعالى إلي كابابل دو تو. حتى شي حاجه ما تبان لك بعيده على الله سبحانه وتعالى، حتى شي حاجه ما تبان لك امبوسيبل. هاد لي زاتو هادو من يكونوا عندك ايها المؤمن ايها المسلم هما اللي هادي يفون تو ديفيرونسي ديال اللي تيعتمد على نفسه، وديال هذاك اللي ما تيامن لا بالله لا بالقران لا بحد، تيامن بالخدمه. كنقول له فمن اعتمد على الناس ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على نفسه مل، ومن اعتمد على الله يلقى. إن الله على كل شيء قدير، فما ذل ولا قل ولا ضل ولا مل. ولكن هذا الإيمان اللي هضرنا عليه وهذا لاتو وهذا القوة الإيمان بعدها إني با سوفيزونت، لأنك تسمى ذاك الساعة التواكل. يعني تبقى مربع يدك وتقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، عسى أن تكرهوا شيئا وخيرا لكم وعسى أن تحبوا شيئا والله أعلم وأنتم لا تعلمون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا كنسمي هذا اون فوا ستيريل، إيمان عقيم، لأن ما كنتحركوش فيه. باش يكون هذا الإيمان فركتيفيون خصو لا بدا يكون افيك الإيمان آمنوا وجاهدوا ليفور، وهو التوكل على الله. سي بوغ سا كو فاش سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاف هادوك لي جون تيقول لهم اهل الصفه غاديين تيتمسكنوا تيقولوا دابا صوب سيدي ربي، عطاهم قتل هاد العصا وقال لهم لا تميتوا علينا ديننا، وقال لهم متى برك علينا بهاد الفينيونتيزم. ومنين جابها؟ جابها من القران. قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين
غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموال أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموال أنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. يعني مع عمر هذاك اللي كيدير لي فوق متساوى وخا تقول لي مؤمن دايوغ تاني دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى واحد جالس في الجامع تيعبد الله وقال له ماذا شكون اللي كيخدم عليك؟ قال له خاه. قال لهم خاه اعبد مني باسكو فيه لي فور ماشي هو دابا يصوب الله بحال اللي دابا كنت كنعيشوا هذا الاسلام هذا. فسي بوغ سيت غيزون كو الله سبحانه وتعالى نهانا في لا دوزيام ايتاب باش نتعاشروا وباش نعيشوا مع الناس اللي فينيون الناس كي تتير فيغ لو با الناس اللي كتقول له يلا نديقو يلا نكخيو يلا نيفو تقول لك خلاص بلاش وتيعكزك. قال لك الله سبحانه وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ايوا فلا تتخذوا منهم اولياء يعني ما تصاحبش معاهم ما تمشيش معاهم فوقاش حتى يهاجروا في سبيل الله حتى يادوبتيو هذا لو كونسيبت ديال سورتير دو ساسون دو كونفور وحتى يادوبتيو هذا لو كونسيبت ديال سو ديماركي انوفي اي كريي اي الي دو لافون. سي بور تري سون كنقولوا بان حسن اختيار الرفقه الصالحه والصحبه avoir une bonne compagnie من الوسائل المهمه اللي كتعاونك باش تخرج من لا زون دو كونفور ديالك لان اون فان كونت صاحب ساحب. وسبحان الله العظيم كنلقاو ان الله سبحانه وتعالى ما عطاش لا بيرميسيون ما رخصش الله سبحانه وتعالى على لسان الملائكه تيهضروا ما عطاوش الرخصه لشي واحد يبقى جالس ما كيدير والو لان الخلود في المنطقه ديال الراحه والاعتماد على لي جوستيفيكاتيف ولا فيكتيميزاسيون مشى عليا الطوبيس ما لقيتش اللي يعاونني ظلمني لاربيط تعلي تركلي tu n'as aucun غدا يوم القيامه مالوغوزمون سي ترو طار تيقول لك ربي علي لسان الملائكه ملي كتكون كتموت ان الذين هي باش قريت في الاول ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض بداو تيقولوا حنايا ما نفابل ما لقيناش اللي يعاوننا قالوا شنو تقول لك الملائكه اني جامي طار قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها هادو اللي ما كيديروا والو قال لك ربي فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ليكسبسيون ما لقوا خصها الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حياه ولا يهتدون سبيلا يعني لا بيرميسيون كاينه اونيكمون عند لي زونديكابي اي ميم سبحان الله العظيم سيغتان زونديكابي شفناهم بعينينا ايزون ديباسي داك لونديكاب وديباسي داك لا بيرميسيون ونادو تيقلبوا على لي سوليسيون ونادو تيقلبوا على لي زالتيرناتيف ونادو تيكرييو دوطخ انفيرمون بور سورتير دو لور زون دو كونفور. هاد المجاهده خصنا اوسي نعرفوا هاد ليفور وهاد لا بيرسيفيرونس خصنا نعرفوا ان الانسان خصو يديرها بجميع ما اوتي من قدرات فينونسيير اي ميم انتيليكتويل دايوغ الله سبحانه وتعالى قالنا ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باش باموالهم يعني يفو تروفي لي ستركتور انفستير في لي فاسون الواحد ماشي يبقى يقول الدين لا ماشي تزكيه النفس اموالهم وانفسهم يفو كريي دي زوتي دي ميثود باش نتعلموا ونديفلوبيو هاد لا كومبيتونس ديال الخروج من منطقه الراحه ماديا ومعنويا. دايوغ ان الله سبحانه شنو قالنا في القران يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. تقول سيدي بي واش ترضى بتبقى ديما فينيون باسيف إناكتيف افيك اون فوا نيجاتيف باسيف لا خصك تكون عندك اون فوا اكتيف اون فوا رياكتيف الي دو لافون رياجير. سي بور سيت ريزون ملي هاجر سيدنا إبراهيم وخرج من لا زون دو كونفور ودار بوكو ديفور ودار بوكو دو ساكريفيس الله سبحانه وتعالى لا ريكومبونسي وخلد مروره في الارض. دار له واحد التخليد رائع هو ان ما يمكنلكش دير العمره بلا ما تصلي في مقام ابراهيم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعند حفص واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. علاش؟ بحال تيقول لك سيدي ربي يا اللي جيتي للعمره وطفتي تفكر هذا المقام اللي صليتي فيه سيدنا ابراهيم انت ما تدوش في الارض مره الكرام نو في با كو طون باساج سور لا تيغ سوا ان باساج باسيف نو دير مارك ضع بصمتك sors de sa zone de confort, sois un exemple pour toi, pour l'humanité, et les choses vont beaucoup changer.
J'espère que le message était bien reçu. لأن دابا إن شاء الله جو في انفيتي مون أمي سي سقلي. فين كان سي محمد السقلي؟ وا سي سقلي. جو في انفيتي مون أمي سي